Mr. Osland, can you hear Damascus all right? Yes, I can. Yeah. Yes. All right, sir. Thank you. Okay. Please hold. Okay. Thank you. أخي إيه؟
بيقول انه في اللحظه اللي الرئيس بياخذ تليفون بدنا نتاكد انه الرئيس الاسد سياده الرئيس هو على التليفون كمان معنا باذن الله طيب شكرا yes we have the line sir نعم طيب طيب خلي هو هيك بدنا نعمل ايه لحتى يجي الرئيس ريغان ما اجى لسه بس يجي الرئيس ريغان يقول الو انا بقول لك انه هات الرئيس ماشي كلامك اوكي Mr. Aslan, we're waiting for the president to return to the residence at the ranch. As soon as he does, we'll put him on the call. All right. How long would that take? He's returning very shortly, momentarily. Okay. لحظات خي لحظات. Hello, are we ready? بعرف شو صاير ايه هلا هلا اللي جنبي الشخص اللي على السنترال هون عم بيحاول يشوف شو صاير Getting the president to the phone at the ranch. Please continue to hold and thank you for holding. بيقول انه خليكم على الخط الرئيس في طريقه الى التليفون.
Jocelyn, please apologize to the president's office for the delay. The president was out horseback riding. بيقول لي ما بعرف إذا سمعت. اسمعت يا والله. بيقول إنه أرجو المعذرة لأنه الرئيس كان في المزرعة. كان السيد الرئيس معنا صار. إنه صار جاهز معنا على الخط. The president Assad is on the line. I have said that, yes. خلاص حطيتها ببالي يا الله ما ساعدوني الو وهي اللي بالرك بس دون هاي الو تعطى السحر طالع اللي بيه عم بحكي مع السنترال في كاليفورنيا بيقول شو صار بالرئيس وينه الو شام ايوه يبدو على انه الرئيس ريغان موجود هو في المزرعه فهلا عم بيرنوا التليفون اللي هو قريب منه بالمزرعه هلا عم بيحدث هالشيء لهلا لحظه دمشق يلا معك الو شام لحظه جاي الرئيس معنا ايه حطوا على الخط حطوا سيادة الرئيس على الخط يلا الو 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 يلا معك سيادة الرئيس يلا دقيقة عم بستنى الرئيس ريغان ليرنوله